بعض نشكره على هذه الزيارة، والطالب راه قدم له يعني المطالب نتاع المسجد، مسجد أسامة بن زيد. هذا المسجد يعني راه يمثل كاع البلدية والواجهة نتاع البلدية. عندنا يعني المطالب مدرسة قرآنية وفراش للمسجد. ثالثا بالنسبة للساحة نتاع الكلوتير، الصور نتاع المسجد ماذا بينا، والدخله هذه يعني هذه الدخله هذه ماذا بينا يديروا لنا يعني راي. راه ارقنا المشكل هذا نتاع قناه الصرف الصحي اللي جاي من البلديه، مقر البلديه تاع بن ناصر بالشهره. رانا في مشكل من 2018، عاد درنا في الفويت، عاد في كل مترات يطلع لنا الماء، يقعد لك المشكل يقعد 3 شهور 4 شهور. الدوله تدير في حمله حلول ترقيعيه مؤقته، لكن المشكل هذا راه عاد اكبر من الحال. احنا راه في هذا الريزو راه فيه 4500 متر. ماذا بينا السلطات الوصيه، الوزاره والوالي يشوفوا لنا يعاودوا لنا هذا المشكل. راه ارقنا هذا المشكل من 2018 وحنا نهضروا عليه. الازرق هي المقاطع محتاجه الى اعتبار. المحطه وين راهي جايه؟ احنا رانا واقفين هنا السيد الوالي. هذا المقاطع شحال التقييم اللي باقي يكون؟ 20 مليار. هذه تسجل في القطاعي، وما نبقاوش بالمقطع بال 100 متر 200 متر وما حليش المشكل. واش من الفائده كي ندير 100 متر والمشكل ما تحلش؟ على ما تسجلوش المقطع كامل على مستوى القطاعي، ندو ملف. ملف صحيح اللي جاونا الممثلين تاع السيد الوزير الاول، هذا هو قال باقي لنا 4000 متر نديرها على جهه، نبقى بالشطر بالشطر وما حليتش المشكل. وهو راه الماء خارج واش حل التدخلات على جال لي زافيسمون، راهو يصرف لي زافيسمون، نديروا هاد التدخلات تاع القطاع لي زافيسمون على راهم يو. اسكو راكم بالاقل اسكو راكم القنوات القديمه تنحيوها وديروا جديد في بلاصه، او تخلوا القديمه وديروا بجنبها؟ خاطرش ما لاحظت في بعض المقاطع في الغواط في السابق القديمه يخلوها كما راهي، يبنوا بمحاذاه القان جديده. هذه القديمه بالقدم تاعها هي اللي راهي تشكل النزول الارضي. لافيش تكنيك وجدوا لافيش تكنيك لما العجله تفصل باش نعاودوا نهيئوها. نعاودوا نهيئوها بالتنسيق مع مدير الاشغال العموميه وين داتوا هذوك اللي داروا داهم الوالد. خدموا كي تخدموا هذو نسخوا مع التكنيك ويتبعوكم مدير الاشغال العموميه باش كي نديروا حاجه نكملوها. الا كان نديروا اللي داروا ما نكملوهمش ويجي الوالد يديهم تسمى رانا هو ثاني مشكل تاع التنقيه تكون ثاني لازم تنقيس مسلك. راه مسلك حيوي ومواطن لازم نكفلوا به. هذا هو راه يصب المصب نتاعو، هو من حوالي 100 متر ما كانش جا الماء السيوله تاع السيد الوالي. المصب هذا احنا باقي لنا مقطع تاع 4000 متر. 4000 متر راه السيد الوزير الاول مشكور بعث لنا لجنه مستشار عنده، مدير مركزي، مدير العام تاع وكاله السدود والتحويلات، ومدير مركزي في الموارد المائيه. جاو بحضور الساده النواب ورئيس الشعب الولائي، درسنا الوضعيه مليح، قدمنا ملف باش نسجلوا العمليه هذه 4000 متر اللي باقيه. وفما كيسجلوها ان شاء الله ننطلقوا في الاشغال كي نكملوا المشروع. اذا كان السيد الوزير الاول وافقنا على ان شاء الله 4000 متر اللي باقيه باش نحلوا المشكل نهائيا ان شاء الله. ان شاء الله احنا حتى المصفات في الاصل جاي لاصطاص. ايوه وهذه غيتكمل العداله المجرى نتاعها تعاود ترمم وتصبح تشغل. احنا راه كي تخدم لنا المصفات سيد الوالي، احنا كي تخدم لنا المصفات رانا ضربنا عصفورين بحجر واحد. عندنا الزيكو حشاك راه ديما زوايلنا راه تفوت منه وتشرب منه. الناموس في الصيف الذراري كل يوم في السبيطارات من الناموس. الفلاحه تاعتنا كما فوز تزيكو. قول لهم ماذا بكم يلقوا لنا حل، دي حل يخدموه يريقلوه. وكاين الطريق هذه ايوا راه كل عام يخدموها مش عارف شحال تسقام وكيف كيف ما كاين والو. احنا فلاحين الناس في الشهرة دايرة قصر الحين نحوسوا على مشاكلنا، المشاكل تاع الواد ومشاكل تاع الزيكو ان شاء الله تتحل في اسرع وقت ان شاء الله. زيرتوب اول قناة الكترونية في الجزائر.